أنيونغ، مرحبا. مقطع اليوم عن اللغة الكورية. سوف نتعلم عن الصايا، بمعنى يوجد ولدي، أخرى أبصايا، لا يوجد وليس لدي. نبدأ بالمثال الأول. دون الصايا، دون الصايا. أنيونغ، دون أبصايا. أنيونغ، دون أبصايا. ننتقل للمثال الآخر. مثال ليس لدي أصدقاء. تشينكو أبصايا، تشينكو أبصايا. الآخر طبعا هي ما تختلف في السؤال الجمع أو المفرد. مثل شيكان الصايا، شيكان الصايا. الجواب دي، نقدر نشوف فقط بدي أو دي. شيكان الصايا، دي شيكان الصايا. كوب الصايا، كوب الصايا. دي أو نقول دي كوب الصايا. جميع الإجابات صحيحة. عجبكم المقطع؟ أعطوني لايك. ونيانغ.